دور الميكرو عندي بدي انتهز هالفرصة لأشكر دكتور الرئيس لأنه فعلا الدعم اللي أعطاه للجيش وللمؤسسة نادر، ساعدنا بالموازنة، ساعدنا بتدوير الأبيدات، ساعدنا حتى بالتقنية، الدعم اللي أعطاه لهالوزارة من مؤتمر روما لا مؤتمر سيد. أنا صار لي 20 سنة بالإدارة وعايشت 4 رؤساء وزراء، لم يحصل لي الشرف أن أخدم مع رئيس وزراء ملك دولتك. إن شاء الله المستقبل قدامك وبدعمك تمشي روما ويمشي سيد. يعني رحلة بالنسبة لي الجيش اللبناني هو من المؤسسات اللي تعمل استقرار للبلد وتجيب استقرار للبلد. اليوم عرس سنة يعني زيارة نشوف كمان كل الإجراءات الأمنية مع فتحها لحفظ أمن المواطن اللبناني وكل من يزور لبنان. فبدي أشكر كمان مع الوزير على شغله وعمله اللي دائما أكمل واجب، وإن شاء الله يعني البلد قادم يعني أكيد سائل روما حيتنفذوا بإذن الله. إن شاء الله يا رب. شكرا. يا رب.